مع عطية تتوقع جبران باسيل للمنكة وسمير جعجع في دائرة الخطر. قلت شوف فتح ملف البواخر. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار كل فيديو جديد. جبران باسيل إلى المنفى. بس نشرت قناة الجديد اللبنانية من خلال قناتها عبر اليوتيوب حلقة المحللة مها عطية بصحبة الإعلامي تمام بليق ببرنامجه التلفزيوني، وتنبأت بعدة أمور نكشف لحضراتكم عنها من خلال هذا الفيديو. هو اللي تابع لموضوع الكهرباء. توقعات مها عطية 2021 حدث في أحد المسارح اللبنانية، حدوث دخان في مرفأ بيروت وموجة ثانية. الكشف عن هوية المتسبب في انفجار مرفأ بيروت مع مطلع شهر مارس المقبل. شفت في دخان أسود. حدوث بلبلة في ملف بيروت. دخان أسود أو مشاكل في برج حمود بلبنان. رحيل أحد النجوم في المجتمع اللبناني، وهي شخصية فنية مؤثرة هذا العام 2021. للأسف دموية بمنطقة شمال لبنان. البواخر والكهرباء سيتم فتح الملف والكشف عن أموال ضائعة عن طريق أسماء يتم الكشف عن أحدهم فقط. وأسماء رح تنكشف قديش كان في أموال بالخيال مهربة، واسم واحد من بيناتهم رح يطلع لبرا. سيتم وقوع ضربة إسرائيلية في لبنان على الحدود بالجنوب، والشمال سيكون هناك دماء بشكل غريب. أما عن الدولار سينخفض بنسبة جيدة في لبنان ثم يعود مرة أخرى مرتفع من ذي قبل. في ضربة إسرائيلية للبنان قريبة، وللسعودية سيكون هناك بعض الانفجارات، حدث البعض ويتبقى البعض. أما عن سوريا فسوف يكون هناك دعم مادي لها من قبل السعودية ومصر مع اتفاقية بين الدول. السعودية شايفة في زعزعة أمن، وللسعودية هناك حدث مرعب قادم سيتناوله الإعلام. سيتم فك قانون قيصر من على سوريا وانتعاشة جيدة. نهاية كورونا في لبنان من شهر 4 إلى شهر 5 بشكل نهائي عن طريق اكتشاف علاج للوباء من خلال طبيب سيلمع اسمه قريبا. لا لشهر 6-7 منه موفق في دكتور جعجع. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.